مئات الفلسطينيين هنا يبحثون عن الأمان من الجوع، والحل بالنسبة إليهم العمل في إسرائيل. فمنذ ساعات الفجر تكدس الناس أمام مقار الغرف التجارية في القطاع لتسليم بياناتهم بعد الإعلان عن استقبال طلبات الحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل. والعمل عند المحتل له أسبابه بالنسبة لهؤلاء. إحنا هن مش لاقيين ناكل، إحنا بدنا مصاري هنا اللي نعيش أولادنا أسرتنا. إحنا في الحضيض حاليا، فيش حياة في غزة، فيش حياة. أولادنا مش قادرين نطعميهم، أولادنا أطول منا مش قادرين نجوزهم. في هذا المشهد يجتمع الضدان معا. وافق الاحتلال على منح 2500 تصريح عمل يرى فيهم الفلسطيني المحاصر فرصة للحياة الكريمة التي وعدتهم بها اتفاقات لم تنفذ، في وقت لا شيء فيه ينافس مشهد الفقر في غزة. فالناس هنا يقولون ليس بالصمود وحده يحيى الإنسان. بيعني لي إن أنا بدي أكل، بدي أشرب، اللي هان مش موفرين لنا لا أكل ولا شرب، ولا في الضفة موفرين لنا لا أكل ولا شرب. بدنا نروح نشغل ونعيش أولادنا حياة حلوة، حياة رغيدة زي البني آدمين. شروط الحصول على تصريح عمل هذه المرة لم تكن واضحة، وأحدثت حالة من الفوضى. والسؤال في الشارع، هل التصاريح هي تصاريح عمل بحتة أم عامل سيحمل تصريح تاجر، وهو ما اعتمدته إسرائيل في الأشهر الأخيرة بشكل يحرم العمال من حقوقهم؟ الاحتلال لا يمنحهم تصريح تحت اسم عامل، الاحتلال يمنحهم تصريح تحت اسم تاجر. هذه التسهيلات لا تسمى تسهيلات، مجرد يعني تخفيف حدة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفي ذات الوقت حرمان العمال من حقوقهم الطبيعية التي يعني يقتضيها قانون العمل. حتى الآن يبدو أن من سلم طلب الحصول على تصريح قد تجاوز مشكلة دفع رسوم لا يملكونها أصلا لتصريح تاجر بصفة عامل، في وقت رفضت فيه الجهات المختصة التعليق على الأمر لعدم امتلاكها المعلومات الكافية. كما تقول، يبحث الفلسطينيون في غزة عن حقهم بالحياة بعد أن أكل الفقر من أعمارهم. وجهة الخلاص لا تهم كثيرين منهم، فالأهم أن يرفع الحصار كي يأكل الناس. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.